رعى محافظ شبوة شيخ عوض ابن الوزير حفل تأبين فقيد الصحة والوطن استشاري الجراحة الدكتور صالح ناصر بعوم. وألقى المحافظ كلمة خلال الحفل الذي نظمه مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة في قاعة مركز الشاعر يسلم بن علي الثقافي بمدينة عتق، جدد فيها تعازيه برحيل هذه الهامة الطبية الكبيرة، مشيدا بجهودها في خدمة صحة الناس وتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة، مثنيا على نجاحاتها العلمية والعملية على المستوى المحلي والوطني والخليجي. وجدد محافظ شبوة الاهتمام بصدور المحافظة ونوابغها والرافعين مكانتها واسمها في مختلف المحافل. وتخلل الحفل كلمات لمكتب الصحة بشبوة وأسرة الفقيد وإلقاء قصيدتي رثاء معبرة وعرض ريبورتاج مصور عن حياة فقيد الصحة والوطن، إلى جانب توزيع الكتاب الصادر بالمناسبة.